نبدأ الآن بباب الفرقة بين الزوجين ونتحدث عن الطلاق بالتحديد. في طلاق قبل الدخول عليها وطلاق بعد الدخول عليها، ماذا تحدث فيه نظام الأحوال الشخصية حول هذه النقطة؟ طيب، في مسألة كما قلت لك أنه نظام الأحوال الشخصية فصل فيها، هي مسألة الخلوة. تعرف أنه يعني في ربوع المملكة بالمناطق تختلف الأعراف. نعم. بعض الأعراف لا يسمحون للزوج أنه يختلي. صحيح. وأحيانا مع التمدن والتحضر صاروا يأخذون بأعراف مناطق أخرى، أو بل أنه يعني كان في تحضر وتمدن، بدأ حتى أنه ما دام زوجته يقول شيء يمنعني أقابلها وأختلي فيها. صحيح. فيحصل هناك نزاعات في مسألة ثبوت المهر كاملا بالخلوة قبل الدخول أم لا، ويحصل اجتهادات كثيرة بين القضاة، بل أنه يعني يحصل إشكالية، هل هذه الخلوة مما توجب الصداق أو لا. فالنظام بعض الأقوال يرى بأنه لا يحصل إلا بالدخول الشرعي، وهي على مسألة أنه الدخول يقصد به الوطأ لا الخلوة، يعني كناية. نعم. فالطلاق قبل الدخول أو الخلوة لها نصف الصداق حسبها النظام. نصف خلاص. نعم. إذا حصل دخول أو خلوة فإنه يعني يكون لها صداق، يعني دومجت كاملة. سواء. نعم. سواء اختلى. نعم. خلوة اعتبر اللي يقصد الدخول فيها الجماع اللي المتعارف عليه العرس. نعم. وليمة العرس إنه يحصل دخول رسمي معروف معلن. أو خلا بها بعد العقد. يحصل أحيانا يسافرون، أحيانا مثلا يذهبون للسوق، يطلعون مثلا مطعم، مو شرط أن يختلف فيها في البيت، وهو جاتنا وقائع، طلعت هي وياه. نعم. زوجتي أطلع معها وما في مشكلة، وش المشكلة؟ صحيح. أي فالخلوة هذه إذا طلع معها بهذا الشكل يحسب أنه عام. نعم. يدخل، يحسب أنها يعني عمم المفهوم، يعني أي نعم، بمقام الدخول. كما قلت لك بالنسبة للصداق، المسألة المهمة أيضا اللي بعد حسمت أن الخلوة إذا حصل الطلاق بعد الخلوة لا يعتبر طلاق شو اسمه بينونة صغرى سابقا. كثير من المسائل اللي مثلا إذا طلقها وحصل خلوة بس ما حصل دخول يعتبرون بينونة صغرى، خلاص لازم تعقد عقد جديد، بينما ما دام انها استحقت المهر كامل فيكون الطلاق رجعيا. في الخلوه بعد الخلوه فتستحق المهر كامل والطلاق يكون رجعي. هذه من المسائل المهمه في مسائل الطلاق.